دي واحد الولايه طيبه من هذه الحي مدينه الوفاء مدينه الوفاء عرائش الطائره منظمها الدوري هذا في منطقه حي الوفاء هو اقدم الاحياء في مدينه عرائش وكان محتاج من هذه المبادرات هي مبادره من النادي انه كيروج الكره الطائره في مدينه انها اصبحت ايضا مقرضه كانت حاجه ليها كنشاهدوا اليوم الشباب اللي كانوا كيقولوا انهم محايفين ومشاو في الطريق بعيده الحمد لله انه شي مرتو معنا الرياضه كنشوفوا في الطريق فشار الفضيله هي صراحه الله حاليا كتوجه اسهم انتما كت مشاركه ديال النادي الفلسطيني يعني المشاركه ديالكم الفرقه ديالكم كيفاش كانت المشاركه دابا شحال المقابله ديال المباراه الثانيه ان شاء الله خساره ثانيه ورغم ذلك يعني قدمتوا مستوى يعني توازن يعني في الحمد لله كانت مشاركه مزيونه انا تلاقينا مع الاخوان وحكيناهم وحكيناهم هذا هو الغرض من هذا نعم ولا اللاعبين اللي كيتكون منهم نادي فلسطين اللاعبين كيتكونوا نادي فلسطين هما اعضاء من جمعيه النواط وجمعيه العطاء الرقاده واصدقاء ديالنا اللي كنعرفوهم كذلك اللاعبين ديال الكره ديال كره السله واش التقييم ديالكم اول مشاركه في هذا الدوري؟ التقييم صراحه الله هو جيد جدا من الظروف اللي كنعيشوها الحاله اللي كنعيشوها في الوفاء افتكرتني ديال العريش صراحه من حيث الملعب اللي كجرى فيه المقابله من ناحيه التنظيم من ناحيه ديال مستوى ديال يعني اللاعبين وكذا هو على مستوى اللاعبين جيد جدا ان اللاعبين كنلقاهم تقريبا نص ديالهم منحرف محترف الانديه كبيره ليش الملاكين بالنسبه للملعب صراحه الله كنا طالبنا حنا اطار جمعيه النواط انه يتصلح ويكون الملعب مجهز لكن المبادره بقات حتى الان ما سجلت الطلبات ديالنا وكنتمنى ان تكون هذه المبادره انه مبادره وطنيه والعمل انها تثبت هذا الملعب هذا وتحاول تسيجوا وتجهزوا باش هاد الناس يبقاو فين يمارسوا المهنه ديالهم والهويه ديالهم.